لم تكد الساعات الأولى من الهدنة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تدخل حيز التنفيذ حتى تعالت أصوات إطلاق النار. أزيز الرصاص يدوي بالعاصمة معه يتسابق السودانيون للفرار والخروج للدول المجاورة. دوي المدفعية والقصف وتحليق الطائرات بدد حالة الهدوء النسبي التي سادت الخرطوم قبل بدء الهدنة. وتحدثت وسائل إعلام عن سماع أصوات اشتباكات وغارة جوية جنوب الخرطوم وفي الضواحي الشمالية الشرقية لها، بالإضافة إلى وقوع اشتباكات في منطقة الكدر وشمال الخرطوم بحري. ولم يختلف الحال كثيرا لدى سكان أم درمان وبحري، حيث أن أصوات النيران المستمرة. وعلى الرغم من استمرار القتال خلال اتفاقيات سابقة لوقف إطلاق النار، إلا أنها هي الأولى التي يجري الاتفاق عليها رسميا بعد إجراء مفاوضات، لكن يبدو أن مصيرها مهدد بأن يكون كسابقاتها التي خرقت كلها بعد دقائق على دخولها حيز التنفيذ. ومع استمرار القتال، حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن عدد الذين يلجؤون إلى تشاد هربا من المعارك الدائرة يتزايد بسرعة كبيرة، وقد وصل ما بين 60 و90 ألف شخص، محذرة بضرورة نقل الوافدين الجدد بشكل عاجل إلى أقرب مخيمات للاجئين، خصوصا مع اقتراب موسم الأمطار. معارك كل لم يهدى فيها صوت الرصاص والمدافع رغم الاتفاق ونداءات السلام، أملا في إخماد صوت السلاح ولم شمل يعيد للسودان أمنه وأمانه واستقراره. مشاهدينا، لمزيد من التطورات في السودان تنضم إلينا عبر الهاتف الزميلة أماني السيد، مراسلة تلفزيون دولة الكويت. أهلا بك أماني، وكيف يبدو المشهد الآن وسط تردد الأنباء عن تجدد القصف في بعض المناطق، وهل ستواجه الهدنة مصير سابقتها؟ نعم، أبدأ من حيث انتهى السؤال. ستواجه هذه الهدنة مصير الهدنات السابقة، بدليل أن اشتباكات خفيفة بالأسلحة الخفيفة وليست بالأسلحة الثقيلة كانت في بعض المناطق، منها منطقة شمال بحري الحلفاية الكدر ومنطقة غرب أم درمان، شهدت تبادل لإطلاق النار بالأسلحة الخفيفة، مما يعني جعل المواطن غير آمن، وأساسا هو يعيش في حالة هلع. أيضا يعني رغم التحذيرات والتهديدات التي أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية عبر وزير الخارجية أنتوني بلينكين بأن هناك عقوبات تتطال كل من يخرق هذه الهدنة، إلا أنها فعلا يعني الهدنة على ما يبدو في طريقها للاختراق من كلا الطرفين، بدليل أن بعض الاشتباكات. في المقابل هناك بعض المناطق في جزء من أم درمان وفي بعض المناطق في الخرطوم قد تشهد استقرار نسبيا، لكن استقرار يشوبه الكثير من الحذر والخوف من تجدد الاشتباكات وإطلاق النار. نعم الزميلة أماني السيد، مراسلة تلفزيون دولة الكويت، شكرا جزيلا لك، ونتمنى بالتأكيد أن يعم الهدوء والسلام في السودان.